والفيديو عن قمة أعلى قمة موجودة بريزا، قمة هوسر، هضبة هوسر. بس شوفوا لي الأجواء، هذا الطريق اللي تروح من عنده للهوسر، هضبة هوسر، جبل هوسر اللي نصعد فوق الغيوم. هسه احنا تقريبا صعدنا هذا الطريق، هنا يخلص الطريق الترابي. شوف منه شلون ينزل المي، طبعا برودة مو طبيعية. هذا سرينير، شوف سرينير ضائبة. هذا أنا بقيت بيه العام تقريبا 3 أيام، الغرفة شخصين 2500 ليرة. بالليل يصير باردة كلش، حتى يشغلون الدفاية من شدة البرودة، يعني بعصر الصيف يشغلوا لك الدفاية حتى تتدفى. أنا راح أستمر من هذا الطريق لأنه الطريق الثاني كان شوية صعب، والمطر ممطر. شوف شلون خربان الطريق، راح أستمر من هذا الطريق. خليت السيارة هنا حتى أخذ صور وبعدين أطلع. شوفوا لقوة المي، لأن المطر فوق يمطر، قوة المي ما شاء الله. بس شوفوا الضباب وين وصل، هذا بالليل حتى هنا يصير ضباب، ما تقدر تشوف البيت. شوف السيارة قاعد تنزل منك، أحاول إنه أصعد بعد 4 كيلومترات لفوق. بس أجواء خرافية، يعني اللي شاهد هذا الفيديو القلب الضعيف خلي له يشاهد هذا الفيديو. خل استمر. طريق كل تيجي كله صاير طين ومن المطر. حاول اصعد بس شوفوا لي اني وين صعدت. هذا الطريق اللي جيت من عنده كلته هذا جبل. شوف هذا السيارة هسه تجي، وبعد اصعد تقريبا 3 كيلومترات كش مدى يبين، والطريق كلش خطر. يعني بالنسبة اذا ما عندك سيارة دفع رباعي لا تطلع، كش ما يبين. راح اصعد فوق تقريبا حد الفوق هناك، سيارة هنا. شوف هذا السيارة دفع رباعي وعالي، هم دي يطلع. شوف منك السيارة شلون تجي. خل استمر الطريق نفسه، بس الطريق شوفون الطريق شلون وعر وعلى حافة صاير. وهاني بالطريق طلع لي بقرة، الطريق من وين؟ من وين الطريق؟ منا؟ اوكي تمام، ما قاعد اشوف شي. هذا الطريق اللي أصعد من عنده للقمة. خليت السيارة هنا شوية استريح، شوف الضباب شلون يجي. بشوفوا لي الضباب، هذا الطريق يجي من ايدر وهذا هم يجي من ايدر.
هذا مفترق الطريق، هذا التقاطع. هذا الطريق شوية قريب بس طريقة خطر شوية، صار حافة ومن مطرة المطر صارت طريق مو زين، فجيت أنا من هذا الطريق فحصعد منها للقمة. شوفون الضباب شلون ده يجي، بس شوفوا لي الهدوء. فخليت صور لكم منا هاي التقاطع حتى ما تخربطون. نشوفون هذا اللوحة، هذا المكان تصعدون من هذا الطريق. سبحان الله، شوفوا الضباب شلون يجي. قبل شوية ما كانت اكو اي ضباب شي، حتى السيارة جزء ما راح اقدر اشوفها. من استمر بعد 5 دقائق هيك. هذا الطريق اللي جيت من عنده هاني تقريبا، هذا اخر محطة هنا. خليت السيارة هنا ومنها تطلع مشي عند المرجوحة او المنظر. هسه حاليا اكو الضباب ما يبين شي، فننتظر لحد ما يروح الضباب. بس هنا تقدرون تقعدون لانه هسه باردة تقريبا درجة حرارة بالتسعة. هاي الاكلات هم يسووه هنا، هذا المربى. شوف شكو هنا، هذا هنا مسوين كيك. سوي باي باي. قاعد يسوون هسه. طبعا الطريق اللي جيت من عنده طريق شوية مطول، فالطريق الثاني كان صاير خراب من المطر بالليل. كل البارحة مطرت مطر قوي كلش. شوفون هنا شلون يبيعون هاي الاغراض كلها، هم مسوينها بيدهم. شوف شنو هذول. شوفون الشاي، هاي المطبخ اذا تريدون اسوي لكم هاي الاكلات. قول كل شيء طبيعي. كل شيء طبيعي. عسل. عسل. طبيعي. أورغانيك. كويس أورغانيك. كويس. بيكمس. بيكمس. المربى البيكمس. بيكمس. أهو دودي. نأخذ ربنا. بيش. 75. 75 هذا المربى. ساي كانتون يعني. ماندالين عشاني. ماندالين عشاني. كيوي عشاني. هاي من الكيوي مسوي. هاي كل المربيات موجودة هنا. وده شيء بوتن. وده كرمزيسي. هاي المربيات كل أورغانيك. كل ده طبيعي. من ده أورغانيك. هو هم طبيعي. أورغانيك. كوكلان. هيش بشيء شيء. هو هم طبيعي. توبتن كأورغانيك. دبدم باشا أورغانيك. دبدم باشا. شوف السيارات تجي من هناك. حاول اصعد منها فوق. هاي المرجوحة المشهورة هوسر. طبعا هنا اكو تواليت، الدخولية التواليت ب10 ليرات. احاول اصعد هسه حاليا ما يبين شيء. اصعد لي فوق وهم اصور. هذا اخر شيء تقريبا وصلت. يا
البنات يريدون يلعبون. هذا أعلى قمة أبو هوسر. تعبت من صعود الطريق. هذا المرجوحة المشهورة منها يصير على المنظر. هسه حاليا ضباب ما يبين شيء، فننتظر لحد ما يروح الضباب. هذا الكافي أشوفكم هذه الصورة. شوفوا متى هاي الصورة المرجوحة. هاي الأكلات الموجودة. هذا الكافي. هسه طلعت هنا مرة ثانية. انتظرت تقريبا يومين لحد ما يجي الشمس ويروح الضباب. قبل شوي اكيد شفتوا الضباب. سيارة خليتها جوا. اكو جروبات يجون من هناك. اكو شمس. فاليوم اكو شمس. بس شوفوا لي الاجواء. شوفوا الجبال هنا. شوفوا الغيوم شلون مكونة هناك. حتى جبهة الاتجاه. صورت بوقت الضباب بس حاولت ان اصور وقت غروب الشمس. صراحة شوفوا الناس شلون قاعدة هناك فوق ينتظرون الغروب غروب الشمس. هذا الكافي صورته يعني لكم. مثل ما قلت لكم هذا المرجوحة المشهورة. بس شوفوا لي سلسلة الجبال شلون صايرة. هناك هم اكو مرجوحة وهناك قاعد يسوون الرقصة، الرقصة المشهورة. خلينا ننزل لحد هناك. شوفوني وين مخليين السفينة. انت يعني تغوص بين الغيوم. هسه ماكو ضباب اليوم. مرات يصير هنا ضباب فول. طلعت قبل يومين كانت الضباب صورتها لكم. فاليوم هم مرة ثانية طلعت حتى اصور لكم وقت الشمس. فلا تنسون تسوون لي الاعجاب على القناة. خلينا ننزل هنا. هسه حاليا احنا بالقمة تقريبا على ارتفاع 2500 متر فوق سطح البحر. كل المراتيح هنا والناس قاعدة هنا تنتظر وقت الغروب. شوفوا شلون الناس قاعدة على العوائل. شوفوا لي سلسلة الجبال. على بالك انت قاعد بالصورة وأشعة الشمس. اليوم ماكو يوم مثل ما قلت لكم. شوف المرجوحة رافع ايديه وبين الغيوم. شقد حلوة. خل اصعد بعد لي فوق صور هناك. اكل الذرة وعلى المنظر. إلا فتشي كمل الدرة وبعدين أصور. هذا هو الرقصة يسموها هورن، رقصة هورن. خل أدخل وأصور. هذا رح يزداد الحركات بعد. Thank you.
Geçsinli! Geçsin! بس شوفوا لي الأجواء وين هذا، تقريبا على فوق الجبل القمة. شوفوا هاي الرقصة المشهورة، شوفوا هاي المرجوحة المشهورة وعلى الشمس، وهاي سلسلة الجبال. هل أدخل اليم ذاك الولد؟ أجواء كلش حلوة الصراحة يعني. هذول اللي يقيدون شو لا تنسون سووا لي الإعجاب والاشتراك بالقناة وشكراً.